كان للأمير عبد الله بن سعد فضل في تحقيق الهلال للقب بطل كأس الأمير فيصل بن فهد في مناسبتين، وهي البطولة التي كانت تقام على مستوى الفريق الأول. شهد العام 90 موسماً استثنائياً للهلال ولرئيسه، بعدما نجح النادي العاصمي في تحقيق بطولة الدوري للمرة السادسة وبفارق 3 ألقاب عن جاره النصر. هذه البطولات التي تحققت في عهد الأمير عبد الله بن سعد، وكان وقتها فريق النصر يمتلك فريق قوي جدا وكاسح يعني، ونجوم كبار وأسماء كبيرة على ليس على مستوى السعودي ولكن على مستوى القارة أكمل، ولكن الهلال في هذا الوقت استطاع أن يحقق بطولات لأنه يمتلك أيضا لاعبين على قدر عال من المسؤولية والمهارة، وكان تحت قيادة الأمير عبد الله بن سعد. فما زلت أتذكر تصريح الشهير بعد فوزه على النصر بأن المنافسة بين الهلال والنصر قد انتهت، والتي أحدثت ضجة كبيرة في هذا الوقت. وكان سمو الأمير حقيقة رحمة الله عليه محق في هذا، لأن الهلال أصبح البن شاسع بينه وبين بقية الفرق من الألقاب والبطولات، وهذا دليل على مكانة وعظمة نادي الهلال.